في فقرة العيادة، ومع دخول فصل الشتاء من كل عام تكثر التساؤلات عن تطعيم الإنفلونزا الموسمية وأهميته، خصوصا في هذه المرحلة من زمن كورونا. وطالبت كثير من هيئات الصحة العالمية والمحلية أيضا بأخذ لقاح مرض الإنفلونزا للحد من المضاعفات التي قد يتعرض لها الناس. فهل يجب أن نأخذ لقاح الإنفلونزا في الوقت الراهن أيضا؟ نتابع التقرير. وصفت كأحد التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية في العالم، خاصة مع تفشي فيروس كورونا، إنها الإنفلونزا الموسمية التي تتشابه بعض أعراضها مع أعراض فيروس كورونا المستجد. وككل عام في شهر أكتوبر تبدأ حملات التطعيم لهذا المرض الذي يصيب الفئات العمرية كلها من دون استثناء، صغاراً وشباباً وكبار السن. والإنفلونزا الموسمية من الأمراض المعدية الشديدة الانتشار، خاصة في الأماكن المزدحمة، وهي تسبب حمى وتعبا وآلاما متفرقة في العضلات، كما تشمل بعض الحالات ضيق التنفس عند الأطفال وكبار السن. وعادة يمكن للأشخاص المصابين بالإنفلونزا علاج أنفسهم في المنزل ولا يحتاجون لزيارة طبيب، لكن الحالات الشديدة منها قد تتطلب استشارة طبية طارئة أو البقاء في المستشفى. وفي ظل جائحة كورونا، يوصي خبراء الصحة والأطباء بأخذ تطعيم الإنفلونزا كي لا يزداد العبء على القطاع الطبي والخدمات الصحية، مما قد يحدث خللاً كبيراً في المنظومة الصحية في ظل الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة كورونا. معنا من أبو ظبي اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة الدكتور فادي الرزازة. صبحك الله بالخير يا دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. يعني دائما أنتم الأطباء تأكدوا علينا ويعني تحرصوا أنه إحنا ناخذ لقاح الإنفلونزا مع بداية دخول الشتاء، ويمكن إحنا يعني كثير مننا يعرف بالضبط أسباب تأكيدكم، لكن في الإعادة إفادة دكتور، يعني ميزة هذا اللقاح خصوصا في الفترة الحالية. صباح الخير أول شيء. صباح النور. صراحة أخذ اللقاح هلأ بهذا الوقت، خاصة في ظل وجود جائحة الكوفيد 19، كتير ضروري. هو أفضل وقاية لإصابتنا بالإنفلونزا أو الإنفلونزا الموسمية. بالإضافة لأنه اللقاح بيتاخذ بكل الأعمار، من عمر 6 شهور الى عمر الى يعني لاي عمر كبير ممكن يقدر ياخذه كمان. طب دكتور، يعني يمكن حرصكم هذه السنه تحديدا في ظل وجود كورونا انه الشخص يعني يحاول يقي نفسه، بحيث انه اعراض احيانا الانفلونزا الموسميه تتشابه كثيرا مع اعراض كورونا. اي نعم. الحقيقه الاعراض تقريبا متشابهه بشكل كثير كبير، والاثنين الانفلونزا والكوفيد 19 بصراحه ممكن يوصلوا لمراحل تكون خطيره وتكون اصابات مضاعفات من الامراض، بالامراض الصدريه ولا الالتهابات الطرق التنفسيه العلويه. كثير ضروري في بالوقت الحالي بصراحه انه يتاخذ لقاح الانفلونزا الموسميه، لحتى ما يعني ما نوصل لمرحله خاصه بفصل الشتاء بأن تزيد إصابات الإنفلونزا، بالإضافة لزيادة الإصابات اللي عم تصير بالكورونا، وما تخلي المريض يحتاج أنه يراجع مشافي ويراجع عيادات عشان ما يكون معرض لمخالطة ناس ويصير فيه تجمعات. طيب يعني يا دكتور، في فعليا مثلا في الإمارات بدأ النصح بأخذ اللقاح أو عقار المضاد لكوفيد 19 الآن، مع أنه لسه يعني على قدر محدود، لكن صار موجود اللقاح. وأيضا طبعا لقاح الإنفلونزا موجود منذ زمن، يعني هل تنصحوا أنه الواحد يأخذ اللقاحين في حال توفر لقاح الكورونا؟ وكم المدة المفروض أنها تكون ما بين لقاح الإنفلونزا الموسمية وكورونا؟ بصراحة طبعا أنا أنصح أي واحد يتوفر له أنه يقدر يأخذ لقاح الإنفلونزا ولقاح الكوفيد 19 تيست، طبعا يأخذه، لأنه يعني بصراحة نحن هنعمل وقاية جديدة
للإصابة وتطور إصابة المرض. بالنسبة للفاصل بين أخذ لقاح الإنفلونزا وأخذ لقاح الكوفيد 19، أخذ لقاح الإنفلونزا لحتى يبدأ يأثر نحن بنعطيه وبياخذ تقريبا حوالي 15 يوم أو أسبوعين لحتى يبدأ يعمل مناعة ضد فيروس الإنفلونزا. بعده ممكن يقدر ياخذ لقاح الكوفيد 19. طيب بالنسبة للناس اللي يعني أصيبوا بكوفيد 19 أو بكورونا وتعافوا أو تعالجوا منه، يمكن في ناس تقول لك خلاص يعني أنا جاتني كورونا وتعافيت الحمد لله وخلاص، يعني ما عاد يهتم كثير يمكن بلقاح الإنفلونزا الموسمية، هل تشددوا أيضا على هذه الفئة من الناس بأخذ هذا اللقاح؟ طبعا اي فئه من الناس ان كان اصيب سابقا بالانفلونزا او بالكوفيد 19 لازم يفضل ياخذ اللقاح. لقاح الانفلونزا حيعمل وقايه، حتى في بعض الناس بياخذوا اللقاح وبعد فتره بينصابوا بالانفلونزا وبيقولوا انه اللقاح ما استفدنا منه. هو أيوة اللقاح الموجود فيه هو اشيع انواع من فيروس الانفلونزا. فيروس الانفلونزا له انواع واشكال كثيره جدا. الاشيع انواع هي اللي بتكون موجوده باللقاح، فلذلك يفضل يتاخذ حتى لو كان حس انه ممكن يصير معه انفلونزا، بس الاعراض بتجي دائما بالفيروسات النادره واللي بتعمل اعراض اخف بكثير من الفيروسات الشائعه واللي موجودة بكثرة بأي مجتمع. يعني يمكن زي ما تذكروا أنتم كأطباء دائما أنه لقاح الإنفلونزا لا يمنع الإصابة بالإنفلونزا لكن يخفف الأعراض بشكل كبير. شكرا جزيلا لك اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة الدكتور فادي الرزاز كان معنا اليوم.